احنا بنتكلم على استخدام عنصر الفلور في موضوع التصوير، وده الحقيقة التقنية جديدة وغريبة، وبرضو الجماعة اللي شغالين في هذا الموضوع يدونا خبرتهم في هذا الكلام ورأيهم في هذا الكلام البحثي الحديث. وعنوان هذه الجزئية ان الفلورين المدمج في الجزيئات لعوامل التصوير للكشف المبكر عن الامراض. بيقول ايه بقى في هذه الجزئية؟ بيقول انه بسبب ارتفاع معدل نجاح كل من الجراحة والعلاج الكيميائي خلال المراحل المبكرة من تطور الورم، ظهرت الحاجة الى طرق اكتشاف محسنة يمنح تصوير الانسجة المريضة. الاطباء والجراحين نظرة ثاقبة للاجابة على اسئلة مهمة: اين توجد الانسجة المريضة؟ وما حجم الكتلة المريضة؟ وما هو افضل مسار عمل لمكافحة المشكلة؟ اعتمادا على هذه المرحلة التي يتم فيها اكتشاف بعض الامراض، بيؤدي تصوير الانسجة المريضة لتدابير علاجية. وحاليا بيتم استخدام العديد من طرق التصوير في صناعة الرعاية الصحية، بما في ذلك تساعد طرق التصوير هذه المتخصصين في الرعاية الصحية وتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني وتقييم حالة المريض المحددة وتحديد مسار العمل. يمكن استخدام عوامل التصوير التي ستربط بأنسجة معينة بالإضافة إلى إطلاق الطاقة في شكل بوزيترونات كإشعاع انبعاثي أو إشعاعي، وهذه هي الطريقة اللي يحصل بها الجهاز على التصوير. في حين تم استكشاف عوامل مثل البروتينات الموسومة والجزيئات النانوية وأنظمة توصيل المعادن لاستخدامها في هذه الأنواع من طرق التصوير، أصبحت الجزيئات العضوية الصغيرة شائعة الاستخدام، وبتستخدم في هذه التقنية عنصر الفلور. وهنا الحقيقة بيقول أنه بتعد فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني حاليا من أكثر طرق التصوير الجزيئي حساسية بفائدة كبيرة في التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني. وهنا بيقول أنه هو بيستخدم الفايدة للفلور أنه هو له بيطوروا ليه عوامل تباين مفلورة آمنة مستخدمة اليوم. ودي يعني كانت جزئية بسيطة عن موضوع استخدام التصوير بأكثر دقة، وبيبقى هذه التقنية فيها فلورين مدمج في جزيئات لعوامل التصوير للكشف المبكر عن الأمراض. مع السلامة.